التركيزات ديال الفريق. الجيده الكره الثابته، لعبات الكره دائريه، تدخل ممتاز، ابعاد الكره من نويله بنزينه. ترجع كوني في ذات الفريق المصري المستوى الكيا اللي كيبقى الطموح بالنسبه لكره القدم النسويه هو الفوز باللقب. فريق مسار المصري لعبات الكره طويله، محاوله بواسطه دوحه المدني، دوحه المدني مراوغه كتمرر، تدخل دائما نتائج ايجابيه خصوصا في النسخه السابقه. هذه فرصه خروج امكانيه استثمار هذه الفرصه، لعبات الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه والهدف، هدف اولي في هذا فريق الجيش الملكي بواسطه صفاء بنوك، تضع الكره في الشباك. قلت امكانيه استثمار هذه الفرصه وهذه المحاوله وهذه الركنيه الاولى لفائده فريق الجيش الملكي. فرحه كبيره للاعبه صفاء بنوك اللي تمكنت من وضع الكره في الشباك، وفرحه كذلك الجمهور الحاضر الذي يتابع ويساند فريق الجيش الملكي المغربي فهذا المباراه. اذا نتابع من جديد لعبه حد طارق بهجت الساحات، انتبهوا هذه الكره الثابته، لعبت الكره من لعبة ماهره علي محمد، تمريره محاوله خطيره داخل منطقه الجزاء، حذري 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 الحكمه كتعلن ضربه جزاء، حذري من الاخطاء. كانت محاوله دخول داخل منطقه الجزاء في التنفيذ، خديجه عربيشي والتعلق ديال خديجه عربيشي في ابعاد الكره. قلت بان بامكان خديجه عربيشي اللي تعلقت في العديد من اللقاءات والمباريات انها تعلق مره اخرى، تصدي كان ممتاز لساندرين نيونكو لفائده فريق مصر. رفعت كره داخل منطقه الجزاء، حذري من الراسيه، تدخل ابعاد كره، خطوره متواصله، وهناك خطا بالفعل لفائده سناء بسودي، خطا لفائده فريق الجيش الملكي. تمريره كان هناك تدخل الحكمه صفاء بنوك، رفعت الكره، هذه فرصه لمحترف سناء بسودي، دائما محاوله افريقيه تبدو المحاوله، رفعت الكره مشات سهلة في يد الحارسة خديجة عرمشي، يمكنها ترفع الكرة داخل منطقة الجزاء بالفعل، رفعت الكرة، هذه فرصة، فرصة تدخل، تدخل إمكانية التمرير داخل منطقة الجزاء، هذه فرصة تدخل وإبعاد الكرة. دائما محتفظة بالكرة، بريت ما تكونش هناك إصابة لسناء سودي، مشات كرة مباشرة، تدخل وإبعاد الكرة. لات الكرة ماهرة علي، خروج خديجة عرمشي وتدخل ممتاز بدني، لأن كنعرفوا توالي اللقاءات والمباريات. خصوصا تمت قصيره من اللعيبه ديال فريق الشباك التمريره، ولكن الكره بعيده شيئا ما، بعيد فريق مصر المصري، ما كاينش عدم يعني لمس اللعيبه، محاوله خطيره، تدخل خديجه عربيشي، تدخل خديجه عربيشي، كانت محاوله خطيره لفائده الفريق المصري، انطلاقه من الجهه اليسرى بواسطه لعيبه ماهره علي، كتبقى الكره لفائده الفريق المصري، تمريره الكره بعيده، كره ديال لعبت كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة خطيرة، إبعاد الكرة، حاول إمكانية استثمار، لأن هناك خروج ديال الحارسة، كان خروج ديال الحارسة حبيبة صب. لاحظوا الاعتماد على الكرات الطويلة، كرة أقرب لي عند لاعبة نويلة بنزينة، كرة بالرأس، البحث عن إمكانية التمرير داخل منطقة الجزاء، محاولة، فرصة، فرصة مدني ممتازة، دوحة المدني، انطلاقة دوحة المدني، رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء، وتدخل المدني، دوحة المدني، فرصة تسديدة وتدخل، تدخل حبيبة صبري، تحدثت على دوحة المدني اللي بإمكانها كذلك تتألق في هذه المباراة. ماهرة علي رفعت كرة، محاولة خطيرة لفائدة فريق للملفين، رفعت كرة، تدخل وإبعاد الكرة من طرف غزلان الشيري. كرة في الجهة اليسرى، عائشة ننطوغو، المدافع ياسمين عبد العزيز، كرة طويلة، تدخل الدفاع، إمكانية التمرير والكرة في الركنية، ركنية، تواجد نويلة بنزينة، محاولة استثمار هذه الفرصة، هذه محاولة تسديدة دائما، نويلة بنزينة، نويلة بنزينة، تمريرة باتجاه سناء بسودي. لاحظوا يعني كيف ما كان الحال، الفريق المصري كيلعب، لماذا فريق الجيش الملكي لابد من مساندة سناء، سناء سودي، دخول داخل منطقة الجزاء، فرصة محاولة، إمكانية الدخول داخل منطقة الجزاء، تمكنت لاحظوا ما كاين أي لاعب يعني تنفيذ هذه الركنية، كانت الكرة دائرية، البحث على الرأسية، تدخل في سماء الكرة النسوية الإفريقية الموسم الماضي، تدخل ممتاز وإبعاد الكرة. صفاء بنوك، صفاء بنوك مشات كرة على مستوى الجيوبنا، ولكن الكرة أقرب لشادية نانكيا، محاولة خطيرة لفائدة فريق المسار المصري، تدخل وإبعاد كرة كسرعة، ماهرة علي في القائم الثاني، محاولة سرعة، لاحظوا لعبات كرة دائرية مشات في الوسط لزين بانوداني، تدخل الدفاع، إمكانية ست مجموعات، فتعتبر ياسمين عبد العزيز
لاحظوا التسديد المصري، محاولة خطيرة، تدخل وإبعاد الكرة. بقى تبحث على إمكانية التمرير، التغطية حاضرة من طرف هاجر سعيد الفريق المصري. نويلة بن زينة، دوحة المدني قامي تمريرة، هذه فرصة لفائدة فريق صنع المصري. تلعبت الكرة طويلة من شادي رنكية داخل منطقة الجزاء، يعني إبعاد الكرة وكذلك التركيل. الصغار كذلك كانوا يتابعوا اللقاءات والمباريات اللي بسات الكرة. الصدام كان صدام عفوي على إي تسعي تنفيذ خديجة رميشي، خديجة رميشي تتألق مرة ثانية، خديجة رميشي تتألق في مباراة مثيرة. حكم كطلب مازال ما عطاتش لما كانش صافرة، إذا صافرة الآن. تمنى التألق ديال خديجة رميشي، لا يا إيهاب كان بإمكان إذا هدف ليميتلي بين الفريقين. حنا كنلعبوا دائما الوقت بدل ضائع لهذه الجولة الثانية. سودي شو يعمل مراوغة هنا، خطأ، خطأ بالفعل، خطأ لفيدة فريق الجيش الملكي، خطأ لفيدة فريق الجيش. تلعب الكرة مباشرة، فرصة، المتألقة ضحى المدني هدفت الدورة، هدفت البطولة، تسجل هدف ان شاء الله غادي يكون هدف تأهل للمباراة النهائية من كرة ثابتة. فريق الجيش الملكي يرد بقوة ويرد بسرعة من كيد كرة ثابتة ومن خطأ الدفدات بشكل ممتاز.